وبعدين ايه اللي حصل بعد لما بقيتي حامل؟ بعد ما بقيت حامل الحمل يا ولاد 9 شهور، عايزين يحكي لكم انه شهر فيهم. لا احنا مش هنستحمل حكي 9 شهور، خلينا اللي بعد الولاده. لا انا تعبت في الحمل قوي، انا هحكي لكم الشهر الثالث. انا لو حكيت لكم انا تعبت قد ايه في الولاده وفي الحمل هتفضلوا قاعدين جنبي هنا لحد اما احكي لكم كل حاجه. للدرجه دي كنت تعبانه؟ قوي 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 يا كيمي، قوي قوي يا دودو، فوق ما تتخيل. ده انا حتى ما كنتش لاقيه اللي يساعدني ويناولني كوبايه ميه اشربها. ايه يا لولو؟ اتفضلي يا حبيبتي، ادي عصير الرمان، وادي عصير العنب، وادي عصير المانجا، وادي عصير الجوافه، وادي عصير الكنتالوب. في حاجه تانية يا انجي؟ في ايه يا علي؟ انت بتزعق لي كده ليه؟ ما بالراحه شويه، شكلك كده مش قادر تستحملني وانا حامل. انا مستحمل اهو يا حبيبتي، وحاطط الجزمه في بقي وساكت. شفت يا علي؟ قلنا 100 مره الجزمه في الجزامه، بحين كده ريحه بقك تبقى وحشه وانا مش قادر استحمل اي روايح نفاذه وانا حامل. الجزمه في بقي احطها في الجزامه، احطها فوق دماغي، انا حر، كفايه التعب اللي انا فيه. يا سلام، انا تعبانه اكتر منك يا علي، انا اللي حامل اهو. بص طب حبيبتي اشربي العصير عشان تتقوي كده وتبقي كويسه، تبقي قويه يعني. معلش يا لولو، انا هطلب منك طلب صغنون قد كده، اخر طلب. ها بص، يعني ممكن تحط لي كل العصاير دي مع بعض في الخلاط وتضربهم علشان اشربهم مره واحده كده كوكتيل؟ ساتر يا رب، ما كان من الاول كنت قلت لي، من الاول كنت. معلش صدقيني انا عامل حسابي. اتفضل يا انجي. ايه ده يا علي؟ الكوكتيل يا انجي. كوكتيل ايه يا علي؟ كل ده كوكتيل؟ في ايه يا علي؟ انا مش هقدر اشرب كل ده. لا عشان تتغذي. اتغذى ايه يا علي؟ انا كده هفطس. عشان العيل. لا والنبي يا علي، لا مش هقدر يا علي، شكله صعب قوي. يلا اشربي اشربي. قادر علي. عشان العيل بنا يهدك. شفتي حبيبي وفي ريحتي معاه، شفتي حبيبي سمرتي وزعلتي معاه، سمرتي حبيبي. سمرتي يبقى في حاجة تقلق. ليه حبيبي؟ هو لما دلعك وأقول لك سمرتي أبقى بقلقك؟ لا، يبقى عايزة حاجة. صح، عرفت منين؟ وانت عايزه ايه ان شاء الله؟ عايزه النونة. خلاص هديكي فلوس تنزلي الصبح تشتري النونة اللي انت عايزاه. اتق. انا عايزه النونة منك انت. خلاص اديني فلوس وانا هنزل الصبح اشتري لك النونة اللي انت عايزاه. هي انت هترجعي ولا ايه؟ هحكي لك. اقصى عليك يا سمرتي، ليه بتقول لي كده؟ يا حبيبتي يعني انت عايزه تبقي فاهميني، واحده اسمها جوجه ولا جوجوس وبتتدلع مع جوزها وعايزه تخلف، وانت عارفه ظروف جوزها وكل حاجه غلط. ايوه يعني اشمعنى انجي خلفت؟ وبعدين ما انت هتبقى الطرف الثاني في الموضوع. انا؟ ما حدش قال لي كده من الاول. اوعي انت بتقارني نفسك بانجي؟ وما قارنش نفسي بيها ليه يا حبيبي؟ وبعدين ايه انشي دي؟ هي انشي دي اصلا كلها كده على بعضها، فيها ايه يزيد عني؟ لا بصراحه انت عندك كل حاجه بزياده. اديك انت اللي قلتها. يلا يا شعبان، عايزه لنا دلوقتي. اتكلي على الله. عايزه لنا دلوقتي. بقول لك اتكلي على الله. عايزه لنا دلوقتي. اكيد يلا. طب تعال. يعني ايه بقى ما حدش قال لك كده؟ قصدي يا جوجو حبيبتي، يعني انت دلوقتي الحمد لله كبرتي شويه، سنك يعني مش سن ايه؟ سن انا عايز افهم سن ايه؟ ماله سني؟ ما انا زي الفل اهو قدامك. في ايه؟ الله، انا جيت اكحلها عمتها. لا انا بقى اللي هكحلها واعميها النهارده ان شاء الله، ومش هتبات في الشقه الا لما يبقى عندي نونو. انت تؤمر يا حبيبتي، اول ما انجي تخلف هجيب لك النونو بتاعها وتلعبي بيه.
ألعب إيه؟ أنا عايزة بيبي، عايزة بيبي منك أنت، عايزة بيبي بتاعي أنا، أنا اللي أشيله، أنا اللي أرضعه، يقول لك يا بابا ويقول لي يا ماما، عايزة بيبي، عايزة بيبي منك أنت. مني أنا إيه يعني؟ أنا اللي هجيب البيبي؟ ما قالوليش كده، فهموني إنك أنت اللي هتخلفي. أيوة، ما أنا هخلفه، ما أعرفش أخلفه لوحدي، لازم تبقى أنت معايا. والله يا حبيبتي ما كانش يتعز، انا ظروفي ما قصدي اقول لك يعني نشوف حد. هو انت كنت عايزه ايه؟ انزل يا واد من على العربيه هتوسخها لي. يا ام منى شيل ابنك من العربيه. الله، انا كل يوم هزعق. يا حبيبتي معلش معلش، حقك عليا. قولي لي يا روحي. يا كوكي صباح الفل يا حبيبتي، يا نور عيني، يا قلبي، يا روحي. يختي 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 حبيبتي وروح قلبي. يبقى انت عايزه مني حاجه يا انجي؟ والله يا كوكي احلى حاجه فيكي يا روحي ان انت بتفهمي. اه والله العظيم في الحته دي بس طبعا. يا ريت الناس كلها والله زيك يا كوكي، بتوفري عليا مقدمات كتيره. يا ريت علي زيك. عايزه ايه يا انجي؟ ما تخلصيني. عايزه منك طلب صغنون قد كده اهو. يا ريت وانت جايه يا كوكي تعدي على اي مدرسه تقابلك في السكه، ها هتلاقي الناس اللي بيبيعوا دوم وحرنكش، وجنبهم الراجل ده اللي بيبيع دوت الازعر. خالص خليك بقى مع بتوع الدوم والحرنكش. هتيجي دوم وحرنكش وجنجوليز وحب العزيز. جنجوليز؟ ايوه جنجوليز بتاع ابيض كده، قولي له بس جنجوليز ها وحب العزيز. ده مين حبه ده؟ في ايه يا كوكي؟ حب ايه؟ حب الجورس. هبقى اساله لما تجيبيه. الله، طالما انت رايحه الشغل ما تفوتي انت على المدرسه وهاتي جنجوليز بتاعك ده وعمو عزيز ومرات عزيز، وهاتي اللي نفسك فيه. لا والله يا كوكي انت مش عارفه حالتي، حالتي صعبه قوي. انت عارفه مع الحمل بتبقى رجلي بتسيب وبدوخ وبسورق. بصي يعني معلش معلش عشان خاطري. يعني حامل وبتتوحمي تروحي الشغل عادي، وعمو عزيز عمو عزيز ما تتعبلوش؟ معلش بقى معلش يا كوكي. وبعدين انا خايفه العيال وهي معديه كده ولا كده حد يديني خبطه في بطني تبقى خطر على نونو. يا اختي يا روح قلبي نونو يا روحي. ايه يا كوكي انت بتدلعيني ولا بتدلعي نونو؟ يخلي 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 ليه كنت نونو يا اختي يا اختي يا اختي. والله انت حبيبتي حبيبتي يا كوكي. ما تنسيش بقى، بصي زودي معاكي والنبي قمع حلاوه ونبوت الغفير، باي باي عسليه. ماما سيبيني انام عشان تعبانه. ماما قوم يا علي، قوم عشان انا عايزه افطر. ما تفطر يا ماما، حد حيشك؟ ما فيش حد يحضر لي الفطار. الطبيعي يا ماما ان الام بتحضر الفطار لابنها، مش شايفه ان ده وضع غريب شويه؟ ده كان زمان يا حبيبي وانت صغير، دلوقتي انت اللي تقوم تحضر لي الفطار. ثم ان ما فيش حد في البيت هنا عشان يحضرهولي. ولادك راحوا المدرسه وانجي راحت الشغل. وانا تعبان وانا جعانة وانا مالي يا ماما؟ انت سايبه الشاحن اللي عندك فوق ديت علشان خاطر تيجي تساعديني في طلبات ايجي، ولا عشان اساعدك انتوا الاثنين؟ الله، معقول يعني انت عايزني اسيبك هنا واطلع اقعد فوق عشان ترتاحي وارتاح انا شويه؟ ما يصحش يا علي، ثم ان ابو انجي. ماما مش قلنا نبطل شتيمه بقى لو سمحتي؟ يا ولد شتيمه ايه؟ انا عايزه اقول لك ان ابو انجي لما يجي هيتضايق جدا لما يلاقيني انا مش موجوده بساعد انجي في حملها. الحمد لله اهي جت من عند ربنا. قوم بقى عشان تفتح الباب. يعني لما قلتلكيش ان انا تعبان كنت عملت ايه يا ماما؟ اقوم افتح الباب كمان؟ كنت هسيب اللي يرن يرن. يلا يلا حبيبي. بقول لك ايه، بقول لك ايه ماما، انت بقيتي عنيفه فحت. ايوه، ما انا بلعب كاراتيه في النادي دلوقتي. انت وانت بتفتح الباب تعدي على المطبخ وتحضر لي الفطار، فاهم ولا لا؟ صبرني يا رب. يلا فطار وغدا وعشاء يا ماما، ده انت لو في فندق خمس نجوم مش هتعملي كده. طيب يلا على الباب. اهلا يا عمي، الحمد لله على السلامه، نورت. سلامتك انت يا علي، انجي قالت لي ان انت تعبان.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الف لمزق عليك يا استاذ علي، الف سلامه، زعلت عليك والله العظيم. كويس انك جيت لوحدك يا عم عشان تبقى خفيف على الطريق. صباح الخير على احلى استاذه انجي. اهلا، صباح الفل يا تيتو. صباح الفل. اجيب لك حاجه تشربيها دلوقتي ولا نستنى الاستاذه كاميليا لما تيجي؟ لا لا، استنى كاميليا ايه، دي راحت مشوار وهتتاخر. انا جعانه جعانه قوي يا تيتو. امور يا استاذه، تحبي تفطري ايه؟ هقول لك بقى يا سيدي، عايزه كيلو سليزون، وعايزه جبنه كشكافال، وعايزه اكتب يا تيتو، معاك ورقه وقلم؟ معايا. اكتب الليسته طويله. عايزه سليزون، وعايزه جبنه كشكافال، وجبنه بارميجان، وعايزه بيبروني. بيبروني لسه بدري يا استاذه، دي للبيبي لسه لما تولدي ان شاء الله. بيبروني ايه للبيبي؟ لا ده زي كده لانشون. هات لانشون يا تيتو. خلاص، وعايزه جبنه رومي، جبنه بيضاء، وفي جبنه السوداني اللي بشعري دي. اي انا جاي الحمل معايا بجبن بقى. ها، وايه تاني؟ عصير جريب فروت، واللبن، اللبن مهم قوي علشان الكالسيوم للبيبي. ها يلا يا تيتو روقي. مستني ايه يا تيتو؟ حاضر يا استاذه، حاضر. معلش يا تيتو، وما تنساش السلامي. ها، الله يسلمك يا استاذه، الله يسلمك. في حاجه تاني؟ لا شكرا يا تيتو. تيتو معلش، هات لي الاستاذ سامح ده مع الفطار الغريب العجيب اللي انت طالباه برضو. استظرف استظرف يا تيتو. ناقص تقول لي اجيب لك سامح بسلطاته. يلا يا تيتو بسرعه. حاضر حاضر. الاستاذ سامح من زمان. ايه ده عجيبه. صباح الفل يا انجي. اهلا، ازيك يا سموحه؟ عامله ايه؟ الحمد لله. تيتو قال لي ان انت عايزاني. انا عايزاك يا سامح. خير؟ انت عارف يا سامح ان انا يعني حامل وتقلانه كده اليومين دول، وانا كنت عصفوره عصفوره الاول. طبعا طبعا. بس معلش، عايزاك تجيب لي شويه طلبات كده ممكن؟ من عينيا. ربنا يخليك، تسلم عينيك. يعني بص، في الراجل اللي هو على اول صلاح سالم كده، هتجيب منه الحاجات دي. الراجل ده بقى اللي جنبه من ناحيه الشمال، هتجيب لي منه الليسته دي. لا لا، ده فرانشيت الباك. لا ده بعيد. لا، وده فرامسيس. طب بص، ده بقى اللي جنبه برضو بس الناحيه اليمين مش الشمال. مش الشمال. هتجيب منه الليسته دي، حاجات بسيطه كلها. طب تأمري بحاجه تاني؟ لا ربنا يخليك، هاتي لا خلي خلي كمان اخلي. خلي. معقوله يا سامح؟ فيك جمالك والله، انت قمر. ربنا قمر يا سامح، ربنا يخليك ليا. يا سامح تأمريه باي حاجه تاني؟ تأمريني والضحكه من هنا لهنا بعد المرمطه اللي هتتمرمطها. انا بصراحه لما بشوفك ببتسم على طول. انت قمر يا سامح. ربنا يخليكي. وليك عندي عروسه. يا رب يخليكي. ان شاء الله ان شاء الله، اوعدك. يا رب يخليكي. غير اللي فاتت المره اللي فاتت شفت انت حصل ازاي. معلش معلش. طب اجيب لك ليمون؟ لا يا سامح، بتقول ليمون في وشي كده، انا الحموضه بتتعبني. معلش انا اسف. طيب خلاص روح يا سامح. طيب ماشي ماشي. روح، ربنا يبارك لك. والله غلبان بس كنت هرجع. ليمون. نشوف بقى مين المقال يا استاذه. محمد جيت في ميعاد. مقال ايه ده؟ خلاص ده هيتنشر على طول، بس انت جيت في ميعادك. ايه ده؟ كويس والله، كويس ان في حد غيري في الجرنان. ازاي بتقول كده يا استاذ جميل؟ طبعا موجوده في الجرنان، انت عارفني يا استاذ جميل، العمل عباده، انا مش ممكن اسيب مكتبي ابدا تحت اي ظرف من الظروف. يا سلام عليك يا انجي، لو كل الناس بتحب شغلها زيك كده. تصوري يا انجي، بمر على الجرنان كله ما لقيتش بني ادم واحد، لا محررين ولا سعاء. انا مش فاهم راحوا فين دول. ايه، يكون الجرنان سرق؟ اتسرق ايه بقى؟ هيك ما تقلقش، هما زمانهم جايين في السكه، يعني المشوار مش بعيد. نعم، يعني انت عارفه هما راحوا فين؟
يعني كلها المشامير قريبه من هنا، انت عارف يا استاذ جميل، يعني انا تقلت كده بعد الحمل ومبقتش العصفوره الخفيفه بتاعه زمان دي، فيعني بعت شويه منهم كده يجيبوا لي شويه حاجات وزمانهم رجع. شويه منهم؟ ده ما فيش بني ادم واحد في الجرنان. لا مش للدرجه دي، ما تقفورش يعني يا استاذ جميل، ده هم يا دوبك 40 زميل اللي بعتهم مشاوير يعني، بس زمانهم جايين. حضرتك تحب تشرب ايه؟ اشرب ايه؟ سلام. لا هو انت خليتي بني ادم واحد يجيب لنا حاجه نشربها؟ انا مش فاهم. إيه يا استاذ جميل، قوم انت اعمل لنا حاجه نشربها. نعم؟ لا مش قصدي خالص، ده انا بص عندنا واحد هنا على اول الشارع بتاع عصير انما هايل، تحب اطلب لك فخفخينه؟ فخفخينه؟ يعني بعت الموظفين يقضوا لك حاجاتك ورئيس التحرير قاعد معاك يشرب فخفخينا؟ افرضي بقى رئيس مجلس الاداره عدى علينا اقول له ايه؟ لا ما تقلقش، ده مشواره ابعد بكتير، ما انا قلت بقى معايا سواق بعربيه فبعته لابعد مشوار. حتى رئيس مجلس الاداره بعت مشوار؟ امال مين اللي هيطلع الجورنال؟ في ايه يا استاذ جميل؟ الجورنال بيطلع كل يوم كده كده، انما انا مش هحمل كل يوم يعني، لازم تقفوا جنبي. ها تحب تشرب ايه؟ فخفخينه؟ لا موز باللبن. حاضر يا اختي، حاضر موز باللبن، يعني حاضر من عينيا موز باللبن. تعملي ايه؟ ايه بطلب موز باللبن، بلاش موز باللبن، فخفخينه. يا ابني خلصت الفطار بتاع الست سياده؟ ايه ده انت بتعمل ايه يالا؟ مفيش يا باشا، صباح الفل يعني، ما انا بعمله اهوت ساعتك، ويعني بس قلت اكل لهم على لحم بطني يعني. انت عايز تاكل قبل امي؟ يا باشا عادي يعني مفيش مشكله، خلاص انا ادخله لها جوه واقعد اكل معاها عادي، مش مشكله ساعتك. يا سلام، انت عايز تاكل مع الست والدتي؟ اذا كان هي بتعرف تاكل معايا انا اصلا. طب ماشي يا باشا، انت ابنها تعرف ما تاكل معاك، انا مش ابنها مش هتعرف تاكل معايا. ولا انت جاي هنا عشان تعمل اللي بقول لك عليه؟ انا مراتي حامل وبتتوحم وجايب اخري. لا يا علي باشا، لا يا علي باشا، انا مش خدام. امال انت ايه يا واد؟ انا مرمتون سعادتك. طب اسمع يالا، انا رايح اودي انجي المستشفى، ارجع عليك نضفت الشقه وعملت كل اللي قلت لك عليه، فاهم؟ تحت امرك يا سيد الناس. سخص. الله يسامحك، مش هينفع كده، الجبنه ليست. متشكعليش، صباح الفل يا عم الحاج. بقول لك يا حبيبي، انا عايزك تجيب لي 4 لومات بلاك. ايه؟ 4 لومات بلاك. لا ثانية واحدة ساعتك، يعني ايه لومات؟ هو انت فاهم بلاك؟ مش عارف تقوله كلام غريب. بص يا حبيبي، 4 لومات بلاك يعني 4 لومات مظلمين، تقلب لي الدنيا لحد ما تجيبهم. 4 لومات بلاك ماشي، فاهم؟ حاضر. 3 ساعات، 4 سجاير ايه فرد؟ 4 لومات بلاك ماشي. مش انت معاك بيت ال 15 جنيه دي تبرك الصبح؟ معايا ساعات. هات منهم. ايه؟ يا باسة يا عم الحاج، ايه الناس دي؟ احلى حاجه في الدنيا الهدوء. علي جه خد انجي وراح يوديها للدكتور، والولاد جم المدرسه اتغدوا وناموا، الواد عليش بعته مشوار يبقى قابلني لو رجع تاني. يعني خلاص بقينا لوحدينا، ايه رايك يا ست سياد؟ لوحدينا؟ لا لا ما يصحش كده، انا هطلع فوق في شقتي لغايه ما حد يجي. لا اخص عليك اخص عليك، هو للدرجه دي مش طايقه تقعدي معايا؟ اخسى عليك ما تقولش كده، بس لو ما كنتش تحلف. الواحد فينا لما بيكبر يبقى محتاج حد يعني يبقى معاه كده يونسه ويدلعه. اللي يكبر بقى، لكن انا لسه انا لسه انا لسه صغيره، انا لسه صغيره. الله الله الله، انت صح صغيره في السن لكن ما انت الصغيره على الحب. انا سعاد. انا سعاد مين يا حبيبتي؟ بتاع الصغيرة على الحب يا تيتا. ممكن يا تيتا تيجي تحكي لنا قصة عشان احنا مش عارفين ننام؟ لا سيبوها بقى يا ولاد، خلاص اليوم خلص. اخسى عليك يا عم حزنبو، اليوم خلص، سيبه يحكي لنا حكاية البلبل. عجبك كده يا حزنبل؟ حزنبل حزنبل.
يعني ايه الدكتوره اللي انت متابعه معاها تسافر وتسيب دكتور يقعد مكانها؟ ايه المشكله يا علي؟ كنت خليتني اكشف معاه وخلصنا. انت عايزاني اخلي دكتور راجل يكشف عليكي ليه؟ مش راجل انا ولا ايه؟ لا راجل بس. بس ايه؟ بس مش دكتور يا علي. هو عشان دكتور اسمح له يكشف على مراتي؟ طب ما انا كنت خليت سمير بقى يكشف عليكي لو انا حوافق. يا سلام، طب ما احنا فيها، يلا نروح له وهو على الاقل جارنا ونعرفه زي ابويا. هو عشان جارنا دي بالذات بقى ده مبرر اقوى اني ما وافقش. انت بتغير عليا يا علي. دي مش مساله غيره، دي مساله مبدا. يا ريتك كنت قلت غيره. خلاص يا علي، طالما مساله مبدا ابقى ادور على دكتوره اتابع معاها. ويعني بسيطه، هروحك وانزل ادور على دكتور. معقول يا علي يا حبيبي؟ ما انتش لاقي دكتوره كويسه وسعرها مناسب؟ اكيد فيه، بس لازمتها ايه يعني؟ ما انجي حملت مرتين قبل كده فعارفه ايه اللي بيتاخد، فليه المصاريف بقى؟ عندك حق، وهو بالمره اللي هتوفره من فلوس الدكتوره يبقى للبيبي احسن. لا، اذا كان كده بقى يا علي بالفلوس اللي هتوفرها تنزل حالا تجيب لي بطيخه حمرا ومرمله. حمرا؟ بتوحم بقى. بس ده مش موسم بطيخ يا حبيبتي. معلش يا علي، اتصرف يا حبيبي، ان شاء الله تزرعها وتستناها لما تفقس، قصدي تطرح، فايه المشكله يعني؟ بتوحم. انت عايز البيبي يطلع له بطيخه في راسه؟ بطيخه في راسه؟ لا، بقول لك ايه يا هانم بقى، انت كده بتأمريني، انا مش خدام عندك. لا 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 لا، معقول يا علي تقول الكلام ده؟ ما تنساش يا حبيبي ان خادم القوم سيدهم. ويا سيد سيدهم بقى معاك بالمره، وانت بتجيب البطيخه هات لنا 5-6 كيلو موز كده اقزقز فيهم. يعني لما انت هتقزقز في الموز، امال اللب بتعمل فيه ايه؟ بتعصره؟ لا يا روح قلبي، اللب ده عشاني انا، عشان انا عاوزه اتسلى. وانا كمان يا بابي اوعى تنسى، عشان وحشني قوي، عايز سوداني. وانا يا بابي نفسي في حمص. خلف قرود. والنبي يا سعاده الباشا الله يديك الصحه، يعني لا يسترى معاك، تجيب لنا 6 كيلو كباب وكفته وترب، وما تنساش السلطات والطحين عشان المعده تبطن يعني بالصلاه على النبي. طالما الموضوع وصل لكده بقى يا جماعه، فانا ما فيش عندي ليكم غير كلمه واحده بس. ايه هي؟ حمرا. هي ايه؟ البطيخه. انا قلقان ومش مطمن. ايه الحوسه اللي انا فيها دي بس يا ربي؟ موضوع ليش في البيت ده مش مطمني. وبعدين انا هولد ولد ولا بنت هعرف امتى بس يا ربي؟ الواد ده ممكن يعلم العيال دي حاجات غلط، ده لبسه لوحده كارثه. انا كمان عايزه اعرف هجيب لبس البيبي بامبا ولا لبني؟ واحنا ليلتنا بيضه ولا حاجه؟ ايوه، برافو عليك يا لولو، تاهت ولقيناها. أنا هجيب لبس البيبي أبيض، كده ينفع لو البيبي ولد أو بنت. وأنا في إيه وأنت في إيه؟ أنا بتكلم على الزفت ليش ده؟ ممكن يقعد مع العيال ويعلمهم حاجات غلط. خلاص يا علي، لو قلقان منه مشيه وقعد أنت بيه. لا، أنا كفاية خدت أجازة من الشغل النهاردة، لازم أرجع الشغل بكرة. يعني إيه يا علي؟ أنا كمان تعبانة، حامل وبتوحم، وبعد كده مفيش غير أمك. انت هتكملي ولا دي شتيمه؟ لا يا علي طبعا مش شتيمه، بس بعد كده مفيش غير سياده، امك هي اللي تقعد معاهم، وانا بقى مش هرضى بكده ابدا. ليه؟ هو ايه اللي ليه يا علي؟ بصراحه كده مامتك بتقعد مع العيال وتلعب معاهم كوتشينه، يعني عيالك لما يكبروا شويه هيطلعوا امرتجيه. انت بتغلطي في امي يا انجي؟ لا مش بغلط في امك، بس بصراحه كده انا اعرف ان الجده تقعد مع الولاد تلعب بيانو، تحكي لهم حواديت، تغني لهم، مش لعبهم كوتشينه. يعني هو ابوك يعني اللي بيقعد معاهم يلعب بيانو ولا بينهم؟ يا سلام، عشان مشغول يا علي. مشغول بايه؟ بيظبط امك. تاني بتغلطي في امي يا انجي؟ يعني ايه بيظبط امي يعني؟ يعني بيظبطها في الكوتشينه، كل يوم بيغلبها. ايوه كده، قولي الجمله صح. انا امي ست شريفه، يظبطها في الكوتشينه مش اشكال. بقول لك ايه يا علي؟ اسمع كلامي، والله ما فيش غير المعلش يفضل. ايوه بس يعني ما فيش بس يا علي، ما فيش بس. لعلمك عليش ده بريء، نسمه ملاك بيرفرف، والله صدقني انا خايفه عليه من العيال. ده عيل زباله. مش قوي يعني. شيكو بيلو. شعب، I think you may have a collapse in love.
يا عم والاعلان ده مش هيخلص بقى ولا ايه؟ اعلان ايه يا عليش؟ ده فيلم. ده فيلم ده؟ انتوا بالسامو دي افلام؟ انتوا صدمتوني على فكره، طلعتوا ما بتفهموش في السيما والافلام. لا فهمنا انت يا حدق. بص يا معلم، انا معايا بقى بالصلاه على النبي، بالصلاه على النبي، الصلاه على النبي، يعني الستهاية دي عليها سوات افلام، انما ايه لوز العنب. ستهاية؟ بالصلاه على النبي، بالصلاه على النبي، ما اسمهاش ستهاية، اسمها فلاشه. يا عم مش مشكله اسمها بقى، المهم اللي جوه اللي اسمها ايه على ايه؟ فلاشايا. المهم اللي جوه، اللي جوه ايه بقى اللي جوه ده؟ انا بدور اهو مش شايف حاجه. بصي هو عليها افلام بالصلاه على النبي كده لنجم الجيل. اكيد تامر حسني. تامر حسني مين يا عم؟ يبقى اكيد حماده هلال. مين الناس دي؟ ايه يا اخوانا الناس؟ ما انا ما اعرفش الناس دي، بقول لكم نجم الجيل يعني الالماني، يعني عبده موتى، يعني قلب الاسد، يعني سد اجزاء واضرب نار وارفع السعر وولع الدنيا. مثلي الاعلى، مثلي الاعلى، العالمي، البرنس، ابن البلد، الاسطوره، الاستاذ محمد رمضان. مين ده؟ تكلموا بجد؟ استاذ محمد رمضان يا جماعه، العالمي الفظيع. بصوا انا هفرجكم على الافلام دي، بس امسكوا نفسكم ها وما تتوتروش، يعني بصوا يعني خصوا على الافلام كده وانتم متهيئين ان انتم هتلاقوا كساف عين في وشكم كده، يعني ربنا يستر عليكم. ماشي؟ ماشي. تعالى بقى نخش بقلب الاسد. لا على طول. خطر خطر، قلب الاسد اول فيلم خطر، ما ينفعش، لان ممكن يحصل لكم مضاعفات. احنا نبدا من الصفر، نبدا بالالماني بالصلاه على النبي، وثقه في الله الواحد، افلام عليس رقم واحد. عشان نفسي اقلده بيعمل الحركه دي صعبه قوي، ما عرفش اعملها. عشان تعرف كده مش فاهم حاجه اهو. طب ما انت تعرف اهو، علمها لي والنبي. يا ساتر يا رب، ايه عاصفه الصحراء اللي داخله عليا دي؟ لو سمحتي يا انجي، لو سمحتي، عندي كلمه حلوه اقولي، يا ما عندكيش ما تتكلميش خالص، انا متغاظه قوي دلوقتي. يا سلام، ايه اللي حصل يعني عشان كل ده؟ استاذ جميل رفض التحقيق بتاعي ورفض تماما ان هو ينشره. يا سلام عنه ما نشره، دوري على حاجه تانية اكتبيها. يا سلام، وتعبي كده بقى يروح حضر ده، بدل ما تقنعيه يا صاحبتي يا انديم. في ايه يا كاميليا؟ انا مش في حمل ان انا اقنع حد باي حاجه بالوضع اللي انا فيه ده دلوقتي، وبعدين الحموضه بتطلع تحرقني في وداني. في ايه يا كاميليا؟ مش كده؟ وبعدين اقنعي الواد انت اللي في بطني الاول ده يبطل رفض. انجي، انت مش كنتي بتقولي دايما ان احنا عندنا زياده سكانيه؟ وان ازمه المرور عندنا اكبر من ازمه البترول؟ وان احنا بلد بنزيد كل سنه 1.5 مليون بني ادم؟ قلت. وبعدين انا مش فاهمه انت ايه اللي فارق معاكي تكتبي في الموضوع ده بالذات؟ ما انت عندك مواضيع تانيه كتيره قوي يا كاميليا ممكن تكتبي فيها. يعني ممكن مثلا تكتبي عن البلطجه، عن المخدرات وانتشار المخدرات، ممكن تكتبي عن العشوائيات. ايه حيلك حيلك، بلطجت ايه ومخدرات ايه اللي هتكلم فيها؟ انا لو اتكلمتي في الحاجات دي حسين هيقعدني من الشغل. يا سلام، يقعدك من الشغل ليه يعني؟ ده بدل ما يساعدك ويقف جنبك ويجيب لك تجار مخدرات تعملي معاهم حوارات، ولا يجيب لك 2-3 بلطجيه تتصوري معاهم سيلفي. انا لو قلت لحسين هات لي تاجر مخدرات واتصور معاه سيلفي هيجيبهولي ويحبسني معاه في الزنزانه. نهار اسود، واطي ويعملها بصراحه. مش عارفه بقولك شوفي انت عايز تعملي ايه واعمليها كاميليا، انا مش ناقصه. انا ماليش دعوه، انا عايز اكتب عن الزياده السكانيه. تخيلي يا انجي، احنا بنزيد كل دقيقه طفلين. ماشي وماله. ليه يعني لما نبقى 90 مليون ونبقى 90 مليون وربع؟ مجراش حاجة. ده كلامك؟ لا، ده الربع بتاعي. بصي يا اختي قلب امه. اخس، فين كلامك يا مثقفة يا واعية يا عقلة؟ اخس. تمام كده، العدد مش ناقصه حاجة غير المنشط. وصورة الصفحة الرئيسية؟ لا، على الصور كتير، انا بس مستني اما اشوف الدشت كامل. تمام. طيب محتاج ان انا في حاجه امشي انا؟ ايه مستعجل ليه؟ لا ابدا، محتاج اكون في البيت بدري. علشان انجي والولاد؟ لا، انجي جات الجورنال والحمد لله،
الاولاد بس اللي قاعدين لوحدهم مع عليش في البيت. مين عليش ده؟ ابن اختك؟ لا ده ابن الشغاله. يا علي ازاي تثق انك تقعد ولادك مع واحد اسمه عليش؟ والله مضطر يا جميل، وعليش ده كمان شكله زي افعاله بالظبط. لا مؤاخذة يا جميل. الو؟ ايوه يا سوري، رجعت انت واختك من المدرسة؟ لا لسه ما رجعناش البيت يابا. انتوا مش في البيت؟ طب رحتوا النادي؟ لا برضك. مش في النادي ولا في البيت، امال فين؟ احنا في الاسم. في الاسم؟ انت بتهزر معايا مش كده؟ لا ما بهزرش، احنا بنتكلم بجد. بتتكلم جد يا سوري؟ عملتوا ايه؟ ضربنا عيال بلطجية كانوا عايزين يقلبونا. ضربتوا عيال بلطجية كانوا عاوزين يقلبوكوا؟ ضربوا بلطجية؟ لا دي بلطجة. ضربتهم ازاي؟ دي اختك. اتفضل. ايوه يا ابا. ايوه يا مي. ايه اللي حصل يا ماما؟ زي ما سولي قال. انتوا اكيد بتشتغلوني، ده معلق فيا صح؟ لا يا ابا مش بنشتغل، احنا فعلا عورنا بلطجية وعملوا فينا محضر. عورتوا العيال البلطجية وعملوا فيكم محضر؟ يا ابا دي كان دفاع عن النفس، وانكل حسين هيخرجنا. انكل حسين هيخرجكوا؟ كمان حسين عرف واتدخل؟ يا دي الفضيحة. اقفلي، انا لازم اجيلكم. سلام. ايه اللي حصل؟ اتخانقوا يا سيدي مع عيال بلطجيه.